Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta'ala. Voilà, toutes les soirées après la prière de Maghrib, entre la prière de Maghrib et la prière de Isha à 21, le cheikh fait des zikr. Ensuite, dès après la prière de Fajr, la prière de l'Aub, le cheikh fait également des zikr jusqu'au lever du soleil. Et cette pratique est quotidienne. Voilà, donc nous sommes en direct à Borovia, dans la capitale libérienne. Rien que l'adoration du Seigneur, créateur de l'univers et son contenu. Information, ne pensez pas qu'il y a un problème de son, c'est les zikres. Et c'est avec les intentions qu'on fait les zikres. Inch'Allah. C'est l'invocation de Dieu.
Thank you.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta'ala. C'était après la prière de Maghrib, c'est-à-dire la prière de 18h. La prière étant finie, le cheikh effectue les séances de zikr, d'invocation d'Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك اليوم الله أكبر الله أكبر فضل الله يهدي من يشاء والله
يحملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم ربنا ولك اليمن. اللهم اكبر. الله أكبر. الله أكبر.
حاسد إذا وقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you.
Gracias.